برج العذراء، اهلا بيكم. من اي وقت بيوصلك فيه الفيديو ده؟ الطاقة الزمنية للقراءة مفتوحة. ايه القادم في الطريق اليك بصفة عامة والفترة اللي جاية من حياتك؟ اهلا بيكم برج العذراء، وخلينا نشوف ايه القادم في طريقتكم. اهم رسائل في الطريق اليكم، اهم رسائل انتم بحاجة انكم تعرفوها في الوقت الحالي. هناك من يفكر بك يا برج العذراء، هناك من يحاول انه يخلق رابطة صداقة بينك وبينه، بس ممكن يكون مش نافع او مش عارف، او يمكن في طرف ثالث ما بينك وما بين الشخص ده. يعني انت هو في طرف ثالث ما بينكو، جايز انت عذراء في علاقة معقدة. العذراء بحاجة الى من يداوي جروحه، يعني كأن في حد انت بتقول انا طول ما الشخص ده مش معايا، او طول ما مفيش العلاقة دي مش موجودة، انا مش عارف اتداوى، مش عارف اتشافى، مش عارف اكون كويس. كأنك محتاج الطبيب بتاعك، او الشخص اللي هو بمثابة الطبيب ليك، بمثابة الشخص اللي بيداوي جروحك، اللي بيطبطب عليك. كأنك بتسأل يا ترى هو بيفكر فيه زي ما انا بفكر فيه. انت زعلان قوي، ويعني موجوع قوي، وحاسس القلب قلبي واجعني، متضايق زعلان. كأنك حد بتقول انا مشيت صح، ما ينفعش انا همشي غلط، انا كنت انسان انا هشرب مثلا عشان انسى. انت في حاله اللي هو ايه بيحصل معايا، يعني متدروخ شويه، يمكن فاصل شويه عن الدنيا، او عاوز تفصل شويه عن الناس. هل انت معايا وانت بتسمع القراءه دي؟ هل انت بتسمعها حاطط السماعات بس دماغك في حته تانية خالص؟ ركز فوق، ايه اللي جاي في طريقك يا برج العذراء؟ لازم تحس ألم الخسارة والفقد عشان تستمتع بلحظة الرجوع او اللقاء او العودة مرة تانية. اوكي، انت ممكن تكون منتظر شخص برج ثور او برج ترابي او سرطان، ان الشخص ده يرجع لك، او ان الشخص ده يتواصل معك. في احتمالية، يمكن بطيئة، يمكن صعبة، بس مش مستحيلة. ماشي. العذراء ممكن يكون بيجي لك زي تتويج في العمل بتاعك، يعني يمكن بعض منكم منتظر ترقية او حاجة وراحت منك، يعني في حاجة انت مستنيها مادية راحت منك، فلوس راحت منك، ترقية راحت منك، بس بيتم ترقيتك. يعني هو مفروض ان الحاجة راحت، فهل هي نفس الحاجة بترجع ولا تعويض بحاجة تانية بقى؟ الله اعلى واعلم. بس يفترض ان انت يعني استشعرت طاقة خسارة او طاقة الضياع، يعني بس في الوقت المناسب سبحان الله ربنا بيجيب لك الحاجة دي تاني، او بيرجع لك الحاجة، او بيعوضك عنها. فلوس ضاعت منك او اتسرقت منك وبلغت، بترجع لك، بتلاقي الفلوس، بتلاقي الحاجة بالضبط. ممكن تقول شنطة مثلا نسيتها في المطار، ممكن تتوه، ممكن تتسرق او كده، سبحان الله بتتحفظ. رغم ان انت مثلا ضيعتها في مكان ولا مستحيل تلاقيها، واللي خدها هياخدها، او اللي لقاها هياخدها. يعني حاجتك محفوظة يا عذراء. في شخص منتظر ان انت تكلمه، والشخص ده بيبعت لك طاقات كتيرة قوي من الشغف الجسدي. ممكن يكون العلاقة بينك وبينه عمل شغل، بس فيها شغف كتير. في من ناحية الشخص ده ليك الشعور بانه شغوف تجاهك، او شغوف تجاه العلاقة دي، عنده شغف قوي جدا، عنده شغف عالي قوي، وتوقع تحسن في الوضع المادي. العذراء انت بتنهي علاقة علشان تكون مع شخص انت بتحبه، بتنهي تواجدك مع شخص او تواجدك في علاقة معينة عشان تعرف تتواصل مع شخص تاني، او عشان تعرف تكون في علاقة تانية. احتماليات قوية قوي ان انت تختار الزواج. للبعض منكم الزواج ده ممكن يكون مش معلن، مش كل الناس عارفة بيه، او مش كل الناس سمع عنه. ممكن تكون بتختار زواج في السر. اوكي، وقد تلتقي بشخص ويحصل بينك وبينه علاقة جسدية، او يبقى فيه فرصة، او يبقى فيه تقارب قوي قوي، كأن في بينك وبين الشخص ده علاقة جسدية، او ممكن يحصل بينك وبينه علاقة جسدية.
خليني أسألكوا عن حاجة كده، لأن أنت ممكن يتعرض عليك عرض ينقلك نقلة كبيرة جدا 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 لفوق، فهل العرض ده خير أن أنت تقبله؟ خير ليك، خير ليك، وإن كان هيعزلك عن ناس كتيرة قوي أو هيغير من وضعك الحالي وهيبعدك عن الظروف والمكان وكأنك هتسافر. يعني ممكن يكون جاي لك شغل في سفر، بس مش هينفع ترجع بلدك مثلا غير بعد سنتين أو بعد 3 سنوات. فكأن الرسالة ليك أنه نعم الحاجة دي كويسة وتعملك فلوس كويسة وتحقق لك استقرار عالي جدا جدا جدا، وهتشيل أي ديون أو يعني مش هيبقى فيه ديون أو أي أزمات مادية، بس هتحس بالوحدة، تحس ان انت لوحدك، هتحس ان انت مفيش حد حواليك، مفيش حد جنبك، بس المال هيعوضك او وضعك المادي هيبقى قوي جدا جدا. فاذا انت مهتم بالعائلة اكتر يبقى خلاص انت محتاج تكون في مكان فيه عائلة، يبقى العرض مش مناسب ليك. لو مهتم ان انت مثلا عليك ديون او قرض عايز تسدده او حاجة زي كده، يبقى اذا النقلة او السفر هو المناسب ليك، لان طاقات سفر معاكوا يا عزراء الفترة دي قوية قوي. والسفر من أجل المال أو سفر لصناعة مال أو لصناعة ثراء، The American Dreams maybe لحد فيكم أو حاجة. واو، أنت القدر هيلعب معاك حلو قوي، القدر هيلعب معاك لعبة جميلة، القدر هيبسطك الفترة اللي جاية. أنت طاقتك هترجع شخص على فكرة هتخليه يجي يكلمك، أوكي؟ أو مش بالضرورة هو اللي يجي، مش لازم ان هو اللي يجي يبقى هو اللي يجي، لا، ممكن ان ظروف او اشياء او مواقف تحصل من شأنها تخليكوا تلتقوا او تتقابلوا، تجتمعوا ببعض مرة تانية. ستجذب اليك طاقة هذا الشخص ليعود، ليتواصل، ليتكلم، ليكون معك مرة اخرى، يتزوج بك، ربما يلتقي بك، ربما يكون في حالة من العشق والغرام، حسب هل ينفع يكون مثلا بينك وبين الشخص ده زواج، هل لا ما ينفعش دلوقتي بس القدر يخليكوا تقضوا ليلة من الليالي، معرفش بقى تسموها ربيع، شتاء، صيف، خريف، لا مش خريف، يعني ليلة من الليالي الربيع، ليلة من الليالي الشتاء الباردة بس الجو يبقى فيها دافي عشان انت مع الشخص ده، او ليلة صيفية جميلة، ما ادري، بس انه هيك يعني في حاجة زي كده راح تصير معاكم يا برج العذراء. والسفر معاكم قوي، واحتمالية السفر معاكم الفترة اللي جاية دي عالية قوي 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 قوي، والله أعلم وأعلم. شكرا ليكم برج العذراء، أشوفكم على خير بفيديوهات تانية. إذا حابين تقدروا تشتركوا في القناة، كمان لو حابب أن أنت تدعم القناة تقدر تكون منتسب، الانساب بسعر يعني تافه جدا تقريبا، مش عارفة كام بس هو تقريبا حاجة رخيصة قوي يعني فلو حابب تقدر أن أنت تنتسب، بيكون في الشهر يعني زي في الشهر بين تدفع 50 جنيه أو حاجة زي كده، يعني زي 1 دولار أو أقل. فشكرا ليكم وإلى اللقاء بفيديو جديد.